لكن انا كمان هخاطب هؤلاء الذين بعضهم بيحب البلد بس بمصلحه، بعضهم ما بيحبش البلد خالص، بعضهم ما بيحبش الا نفسه. النهارده في رايي الخطاب شديد الاهميه، شديد الاهميه. ليه؟ رغم ان ممكن انت تقف وتحلل بعض المواقف وممكن تختلف مع السيد الرئيس في نقاط ما، مثلا ما كلام عن البرلمان مثلا، لكن لما تاخد بالك من الرساله الضمنيه اللي هو عايز يوصلها، هو ما بيقولكش ما تختلفش مع البرلمان، بيقول لك انت اختلف مع البرلمان، لكن لو انت بتختلف معاه افتكر حاجه مهمه جدا. ركزوا يا جماعه، ويا ريت الشباب بتوع شبكات التواصل الاجتماعي يعني معلش يعني يركزوا دقيقه. هو الراجل ما بيقولش وقفوا الاختلاف في البلد، ما بيقولش وقفوا الكلام. يعني هو لما بيقول عايزين البلد دي تمشي وتبقى كويسه ما تسمعوش كلام حد غيري بس، هو ما يقصدش لما بيقول كلام حد غيري بس، عشان في بعض الناس واخده الكلمه دي وعماله تفسرها انه كده يخرس الالسنه. انت يا ابني بتروح بافكارك فين؟ يعني هو انت ما بتشوفش معاني الكلمات؟ انت ما بتاخدش بالك من المجاز في اللغه العربيه؟ ما بتاخدش بالك من الحماس نحو ادراك انه في مخاطر وطنيه حقيقيه والراجل بيقول تنبهوا ليها؟ يعني انت مش واخد بالك من الحكايه دي؟ فهو لما بيقول البرلمان او بيقول ما تسمعوش غير كلام حد غيري، او ما بيقول اللي هيقف ضد مصر انا هشيله من على الارض، ولا ما بيقول لك ده احنا لو صبحنا على بعض بجنيه الصبح هتجيب 4 مليار، كل الكلام ده اتاخد والهري شغال على السوشيال ميديا من الاخوان وانصارهم او من هؤلاء الذين كانوا يطمحون في مرتبة أعلى لدى السيسي ولم يقدر لهم ذلك، أو هؤلاء الذين يعني يعضون علينا الأنامل من الغيظ، أو هؤلاء الذين عايزين مصر على هواهم السياسي مش على هوى المصلحة الوطنية الحقيقية. كل دول عمالين يهروا واخدين مقطعين بعض كلام من كلام الرئيس بيهروا فيه. ده النهارده لما بيقول لك خد بالك البرلمان حتى هذه اللحظة بيخصم من رصيد مصر، أنا ده تقديري، لكن لما تستمع إلى كلام السيسي الحقيقة لازم تتأمل. تتأمل إيه؟ تتأمل فكرة إن هو بيقول لك وأنت بتنتقد خد بالك إن دي مؤسسة إحنا دفعنا ثمنها غالي، إحنا مشينا مشوار طويل جدا علشان نصل إلى هذا الاستحقاق، إحنا كانت قروض وقفلنا بره، إحنا كانت علاقات دولية عاملة لنا مشاكل، إحنا كانوا الناس بتبص لنا على إن إحنا انقلاب عسكري وان من الثوره مش قادرين يعترفوا بينا لفتره طويله. دلوقتي لما اكتملت هذه المنظومه الرئيس عبد الفتاح السيسي يذكرنا بان اكتمال هذه المنظومه المؤسسيه منظومه ليها ثمن، فاحنا لو عطلنا هذا الثمن او لو كسرنا المؤسسات لا يمكن ان تقوم لنا قائمه، هنفضل متعطلين. فهو بيقول لك ايه؟ افتكر وانت بتصلح انك ما تكسرش، افتكر وانت بتصلح. انت النهارده لما تيجي تنتقد البرلمان او تنتقد الحكومه انت نيتك ايه؟ لاي مواطن مصري حر وطني بيحب البلد دي وعايز البلد دي تكبر، لما بيجي ينتقد وزير او بينتقد الحكومه او بينتقد الداخليه او بيعلق على حادثه مقتل مواطن على ايد امين شرطه او بينتقد البرلمان، هو في نيته الاصلاح؟